السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بأعزائنا الطلاب، طلاب الصف السابع في المجمع الكويت، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم بعنوان من حسن الكتابة، وهو في قسم القراءة. عليك الآن عزيز الطالب أن تفتح الكتاب على صفحة 97 ونبدأ القراءة بتمعن، وعليك الاستماع إلى قراءتي بشكل جيد بحيث تكون قراءتك قراءة صحيحة. نبدأ اليوم بالدرس. الدرس بعنوان من حسن الكتابة. عند معنى العنوان كيف يستطيع الإنسان أن يحسن الكتابة؟ هناك طرق لتحسين الكتابة. الإنسان عندما يكتب لعلها لا تظهر في كتابته التعابير التي يريدها، فيستخدم لها علامات الترقيم. والدرس اليوم يتكلم عن علامات الترقيم. افتح الصفحة وتابع معي القراءة. ماذا قال؟ قال: كتب فيصل خطابا إلى أحد أصدقائه في مدينة برعم. وقبل أن يضع فيصل الخطاب في صندوق البريد، قدمه لوالده ليطلع عليه ويذكر له رأيه فيما كتبه. فأخذ الوالد الخطاب وقرأه، وبعد أن انتهى الوالد من قراءة الخطاب قال لابنه: يا بني، لقد وجدت صعوبة في قراءة خطابك ومشقة في فهمها، لأن خطابك غير واضح والكلمات غير صحيحة، والسطور تميل إلى الأسفل أو تتجه نحو الأعلى، ولم تضع النقاط في أماكنها من الحروف، ولم ترسم الحروف على أشكالها الصحيحة، ولم تترك مساحة كافية بين الكلمات. وزيادة على ذلك، فقد أهملت وضع علامات الترقيم، وهي مهمة جدا لأنها تعين على الفهم. قال فيصل لوالده: وما هي علامات الترقيم يا أبتي؟ قال الأب لفيصل: إن علامات الترقيم يا بني هي علامات توضع بين أجزاء الجمل والكلمات المكتوبة. ما الفائدة منها؟ سيقول لنا الآن والد فيصل: لتميز بعضها عن بعض بهدف تحقيق الفهم. والغرض من علامات الترقيم هي مساعدة القارئ على فهم ما يقرأه. فيصل: شكرا لك يا أبتي، لم أكن أعرف هذه العلامات من قبل، وسأحاول إن شاء الله أن أستخدم هذه العلامات في كتاباتي المقبلة، راجيا منك أن تعلمني إياها إن شاء الله. الأب: يا بني، سأعلمك إياها في اللقاء القادم إن شاء الله. فيصل: يا أبتي، سأستعد لذلك إن شاء الله. درسنا هذا اليوم هو عبارة عن حوار بين فيصل الولد الذي يحب الكتابة ويحب القراءة، وبين والده. ويدور الخطاب والحوار في هذا الدرس على أمر مهم، وهي علامات الترقيم التي سنأخذها إن شاء الله مفصلة في الدروس القادمة. إذن ما الذي علينا فعله الآن؟ أن نقرأ قراءة جيدة ونحسن القراءة الدرس وفهم المضامين التي نريدها. إذن من خلال هذا الدرس كما لاحظت، فيصل يكتب خطابا، خطاب بمعنى يكتب رسالة. هذه الرسالة التي يكتبها لمن يوجهها؟ يكتبها إلى أحد أصدقائه. هذه الكتابة كانت خالية من المشاعر التي يكنها هذا الولد فيصل لصديقه، فهي كانت خالية من علامات الترقيم. إذن ما هي علامات الترقيم؟ يوضح لنا فيصل، والد فيصل يوضح لنا ما هي علامات الترقيم.
هي رموز توضع بين الكلمات أو الحروف. ما الهدف منها؟ هذه الرموز مثلا نأتي مثلا هذه ماذا تسمى؟ هذا رمز، لكن ماذا يدل؟ يدل على أنها علامة استفهام. عندما أسألك أقول لك ما اسمك؟ إذن أضع علامة السؤال، فالذي يقرأ يفهم ما الذي أريد منه سؤال. أو تكون أيضا علامة أخرى من علامة الترقيم التي سنأخذها بالتفصيل، هذه علامة التعجب، عندما أقول ما أجمل السماء، فماذا؟ ما أجمل السماء. إذن القارئ لكلامي يعرف الحالة التي أنا فيها الآن من التعبير عن ما أريد من شعور، وأردت من هذه الجملة هي التعجب من جمال هذه السماء. إذن هي علامات الترقيم. ما الفائدة من علامات الترقيم؟ الفائدة من علامات الترقيم ما هو؟ هي مساعدة القارئ الذي يقرأ، تساعده بماذا؟ تساعده على فهم ما يريده، على فهم ما يريده الكاتب الذي كتب هذه الورقة، فهي تعبر عنه. هذه هي لدرسنا لهذا اليوم، وهناك كلمات، وهذا درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله سنأخذ بالتفصيل بإذن الله علامات الترقيم في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ عبد الرزاق أحمد، مدرس اللغة العربية في مجمع الكويت في المدرسة الثانوية.